حياتك يا فاطمة كمغنية أوبرالية، أصبحتي عالمية يعني، كيف تمارسيها؟ يعني إيه الصعوبات اللي فيها؟ إيه الحاجات الجميلة اللي فيها؟ هي فعلا فيها صعوبات وفيها حاجات جميلة. أنا يعني بتدي بالحاجات الجميلة إن أنا بحس إن هي الشغلانة بتديني فرصة إن أنا أتعرف على ناس كثيرة جدا من كل أنحاء العالم، ودي أنا تقريبا لما ببقى بشتغل ببقى كل يوم بتعرف على حد جديد، ودي حاجة أنا بحبها جدا. مش بس كده، أنا بحس دايما في إن أنا أتعرف على شخص على مستوى شخصي، بس على مستوى موسيقي بتبقى معرفة أعمق بالنسبة لي، علشان بحس إن إحنا كمان نتكلم لغة مش اللغة اللي احنا بنتكلمها كل يوم، لغة الموسيقى، لغة الفن، ودي بتعرفني على الأشخاص اللي أنا بشتغل معاها بطريقة أعمق وبطريقة حقيقية جدا وأصلية جدا. فبحب قوي الجزء ده من شغلي، إن أنا أشتغل مع أصحابي على المسرح ونعمل مزيكا سوا ونتكلم في المزيكا، فدي من أكتر حاجات اللي بحبها. فإحساسي بجسمي وإحساسي بصوتي وإحساسي بزوري بقى عالي جدا مع الوقت، ودي طبعا هي حاجة كويسة الواحد يبقى حاسس بنفسه، بس حاجة برضو متعبة علشان في عوامل كتير قوي بتأثر في الصوت، ايوه والعوامل دي مش لازم تبقى إن أنا مثلا أزعق أو إن أنا مثلا أتعب صوتي، لا، هي عوامل عاطفية وعوامل جوية وعوامل أكل ونوم، فكل الحاجات دي بتأثر في الصوت على طول. صحيح وأنا كنت دايما بستقل بالعوامل دي، ولكن ابتديت أتعلم إن لازم في انضباط ونظام قوي جدا في حياتي علشان يبقى عندي بالانس معين، أعرف صوتي ده يبقى على طول جاهز وعلى طول بيشتغل وعلى طول متوقع منه أحسن حاجة. فده تحدي صعب.